مش هيدي ومتابعي شراف في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده موجودين في قريه جينا في حادثه كبيره، يمكن كان طفله كانت عند بيت جدها وخارجه راحت تشتري. كان في طفله عند بيت جدها كانت خارجه رايحه تشتري، لكن القطر خبطها وصدمها. احنا موجودين دلوقتي في مكان الحادث علشان خاطر نلم تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة دي. يمكن احنا موجودين هنا دلوقتي في المكان بتاع الحادث اللي هي كانت موجودة فيه. القطر خبطها، كان جاي من فقوس ورايح الصلاحية، كانت موجودة عند بيت جدها وخارجة رايحة تشتري. زي ما انتم شايفين أهالي البلد ملمومين، تم نقل الجثمان لمستشفى فقوس المركزي. تمام، الجثمان دلوقتي تحت تصرف النيابة. القطر كان جاي من أبو كبير ورايح القطر كان جاي من فقوس ورايح الصلاحية، لكن شاء القدر إن هو يصدمها وإن هي يواري جسدها التراب. يمكن إحنا موجودين هنا تقريبا في موقع الحادث في نفس المكان اللي حصلت فيه الحادثة، حادث مأساوي الأهالي فوجئوا بيه يعني منذ لحظات قليلة. الموضوع تم منذ لحظات قليلة، الموضوع هنا تحديدا بالظبط في نفس المكان اللي احنا موجودين فيه. طفلة بتبلغ من العمر 5 سنوات، هي كانت موجودة عند بيت جدها، كانت خارجة راحت تشتري حاجات من السوبر ماركت، لكن وهي معدية القطر خبطها هنا على شريط السكة الحديد في قرية جهينة تابعة لمركز فقوس. يمكن تم نقل الجثمان إلى مستشفى فقوس العام، الجثمان دلوقتي تحت تصرف النيابة. شهود عيان كتير موجودة في المكان، لكن الطفلة يعني توفاها الله في الحال والتو واللحظة. يعني احنا بندعي لها بالرحمة وإن ربنا يصبر أهلها، وخصوصا إن هي طفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات فقط لا غير. يمكن هي طفلة صغيرة وسودة عين، بيقولوا إن هي كانت معدية. يمكن الخبطة كانت موجودة هنا بالظبط تحديدا في المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي. يمكن على الفور طالت جهات الأمن المذكورة انتقلوا لمكان الحادث في التو واللحظة، وتم نقل الجثمان لمستشفى فقوس المركزي. عثمان دلوقتي تحت تصرف النيابة. يمكن احنا بندعو لها بالرحمة والمغفرة. ان دي طفلة 5 سنوات لا ذنب لها. يمكن تفاصيل الحادث، هو مفيش تفاصيل اكتر من انها كانت موجودة عند بيت جدها وكانت خارجة رايحة تشتري حاجات زيها زي اي طفلة في سنها واي طفلة في عمرها، بتتحرك وبتروح تشتري وبتيجي، لكن توفاه الله لكن توفاها الله. يمكن احنا موجودين دلوقتي بنغطي لكم النيابه موجوده، وانه تم نقل الجثمان لمستشفى فقوس المركزي. الجثمان دلوقتي تحت تصرف نيابة. الجثمان موجود في المشرحة، الأهالي متجمعة والأهالي متجمهرة. يمكن علشان خاطر بس إن الحادثة حصلت قدام بيت جدها، يعني إحنا بندعو لها وبندعو لأهلها ربنا يصبرهم، وإنهم يا رب يكونوا على قدر المسؤولية ويلهمهم الصبر والسلوان. دي خلاها في أنا النهاردة، أقدمكم في رعاية الله.